السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات أول المغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا واحد الراجل كان الاسم ديالو عصام وفي عمره 42 عام، مزوج مع واحد المرأة الاسم ديالها إكرام، والدين مع بعضياتهم واحد الوليد في عمره هذيك 3 سنين بحال ما هكاك. المهم هاد إكرام مع عصام عايشين حياة زوجية اللي هي زوينة بزاف، اللي حتى واحد النهار كانوا ساكنين في واحد الدار، الدار ديالهم كاملة من الفوق لتحت. المهم واحد النهار كما قلنا أولا بالأحرى واحد الليلة من الليالي وفي تالي الليل يعني مع الصباح بداية الأولى ديال الصباح، ما جوي هاديك جوج ونص ثلاثة بحال ما هكاك، هاد عصام هدا ناعس شوية هو يفيق مراته قالها إكرام إكرام نوضي نوضي. قالت لي شنو؟ قال لي واش ما سمعتيش شي دقان، شي واحد كيدق علينا في الدار؟ قالت لي لا. شويه هي تسمع الدقان، قالت لي اه سمعتو سمعتو. قال لها بقى هنا انا غادي نمشي نشوف شكون وغادي نجي. المهم ناض مشى فتح الباب، هي كتسمع الخطوات ديالو كتسمعو اللي حتى فتح الباب. هي ناضت عليها لبسات حويجاتها باش تشوف شنو واقع، لان سمعت واحد بحال شويه ديال الجدال، شويه حضره زايده كذا. واحد اللحظه سمعت اي بواحد القوه هنايا، صافي تقطع الحس. هنا مشات كتجري يلاه وصلت الباب ديال الدار ديالها، لقات راجلها طايح غارق وسط الدم ديالو، ولقات واحد جوج شباب اولا جوج رجال ما تمكناش انها تشوف الملامح ديالهم، هربوا وركبوا على واحد الموتور وديما راهو وزادوا في حالتهم في هذاك الليل تالي الليل. هنايا صافي ما جات فين تشوف راجلها كان ما بين الحياة والموت، صافي واحد اللحظة صافي فارق الحياة، لأنه كان مطعون عدة طعنات على مستوى الصدر والكرش والعنق ديالو. هنايا بقات تغوت غوتات اللي حتى جمعوا ليها الناس، وكان أول واحد وصل عندها واحد العساس، العساس ديال الحي، لأن هاد جوج شباب كانوا هربوا بحال ماكا اونفاس مع اونفاس مع الدار ديالها. بينما هاد العساس الا خرجتي من الباب ديال الدار ديالها ولا الدار ديال عصام مع اكرام كدور على اليمين وكتمشي نيشان عاد كتلقاه فين مريح كيعس على الطوموبيلات والمطرات والناس والحي. جا كيجري هو اول واحد وصل عندها، قال لها مالك ما مالكي؟ قالت لي راجلي راجلي قتلوه قتلوه. انا شويه جمعوا الناس تاع الحي وكذا وفاقوا الناس في ذاك الليل جاو. هنايا المرأة ولات مصدومة ومكلومة وما عارفة ما دير، والراجل المقتول تما غارق وسط الدم ديالو وشكون قتلو الله أعلم. هنا ناض داك العساس نيت هو بنفسه مشى على البوليس، البوليس نتاقلو معاه لعين المكان، كانوا أفراد الدائرة لقاو الجثة تاع عصام. المهم هنا يعلمو النيابة العامة، جات الشرطة القضائية، جات فرقة التشخيص القضائي وبداو المعاينات الأولية ديالهم. المرأة كتقول حضرة وحدة كتقول أودي أنا كنتني حساب الليل فيقني راجلي قال لي ودي ما سمعتيش شي دقان، قلت لي ما سمعتش. شويه ملي فقت حسيت براسي صافي وعيت كنسمع الدقان، قال لي غادي نمشي نشوف. صافي مشى سمعت شي تقرقيب، سمعت بحال شي واحد مدابز معاه بحال شي عراك بحال شي حاجه، يلا تكلبس عليا الحوايج باش نمشي نشوف. على حتى كنلقى السيد مقتول قدام الباب وواحد جوج شباب هربانين، ما تمكنتش انني نشوف ملامح ديالهم، شفتهم غير من اللور ديالهم، ما عرفت لوجههم ما عرفتهم كي دايرين كيف عامي لا شكون الله اعلم. هادشي اللي كاين الاساس يقول نفس الهضره ديالها تقريبا، قال لهم انا هذيك الليله مع جوي هذيك اولا هما باقين في الليل اصلا، هما هذيك الساعه باقين الشرطه القضائيه كتبعت، قال لهم هذه الليله هذه كاين البرد بزاف، كان واحد البرد اللي هو قارس بزاف. قال لهم جيت كمش قدام واحد الباب ديال العماره، دخل في الباب ديال العماره وبقى مكمش لابس واحد الجاكيط عليه واحد الكابوط واحد الطاكيه ولابد غير سمايه، حيت شي خرج مشى حدا الطوموبيل تيكون البرد بزاف، ولكن مره كيديني الناس مره كنفيق مره كتغمض العين ديالي مره كنفيق. واحد اللحظه غادي نشوف واحد جوج راكبين على موتور جايين بواحد السرعه فائقه دازو من حدايا، ما تمكنتش انني نشوف شكون، ولكن بقيت متبعهم غير بودنيه. صافي دايزين هادو قلت واقيلا شي وحدين غاديين من هنا ولا صافي شوف شو واقع ليهم. واحد اللحظة كنسمع الموتور وقف، لأن كيما قلنا البلاصة اللي كان فيها العساس قريبة للدار تاع عصام إكرام،
واحد اللحظه قال لي كنسمع الموتور وقف، صافي وقف. قلت باقي جاي عند شي واحد تمايا، غير واحد ربع ساعه ولا شي حاجه ما كاملاش كاع، عاوتاني ديمار الموتور داز من حدايا، عاوتاني دازو بواحد السرعه فائقه. وانا شفتهم، شفت بانه كانوا دازو من حدايا واحد مرمى العين، يعني كنشوف فيهم قدامي بقوه هذيك الخلعه ربما ديالهم وداك الشيء، الموتور طاح بيهم ونادوا عاوتاني ركبوا عليه ومشاو ديماراو ومشاو. هنا قالوا العساس غتوري لنا البلاصه اللي طاح فيها الموتور، ولكن قبل ذلك رجعوا عند المراه كيحقوا معها، ولكن المراه كتقول نفس الهضره هي نفسها ديال العساس، يعني هضره مطابقه مع بعضياتها. مسرح الجريمه كيف كان عمل؟ مسرح الجريمه هو الدار ديال هذا عصام مايكرام. عصام لقاه مقتول عده طعنات، تقريبا واحد 12 طعنه او 13 طعنه باش مطعون، ولكن هنا شي حاجه مفهوماش. قالوا للمراه البوليس، قالوا لها تي بعدا كيفاش قاديتك انت؟ الراجل جا وداوز معاهم وقتلوه وضربوها الطعنات كاملين، قلت يلاه غادي تنوضي تلبسي عليك حوايجك وغتجي وكذا. ما يمكنش. قالت لهم هادشي اللي كاين سيدي، انا راه ما زدت ما نقصت، هادشي اللي كاين. الشباب شتيهم؟ لا. قلت لكم سيدي ما شتهم ما والو، ركبوا على موتور ودي ما راو، شفتهم غير من اللور ديالهم. المهم هنا البوليس هزوه ودوه للمستودع البلدي للاموات باش الطبيب الشرعي يقول الكلمه ديالو فيه. فرقه التشخيص القضائي بدات كتهز اي اثر اي دليل، خلاو هذوك جوج شباب على حساب القول تاع المراه هذه، ولكن للاسف الشديد ما كاين لا بصمات لا اثر لا دليل لا شي حاجه. هي كتقول انها ما شافتهمش وما كتعرفهمش. الاساس قال غير واحد جوج شباب دازو من قدامي، انا اصلا تاني ما شفتهمش وما معلومينش عندي، يعني ما كنعرفهمش ديجا ولا شي حاجه. وقبل ما نمشيو يعني غيمشيو البوليس مع هذا الاساس البلاصه فين طاحوا بالموتور ديالهم هذو جوج شباب، قبل ما غادي يكملوا التحقيقات ارى لينا نعرفوا دابا هذا عصام الحياه ديالو، نقدروا نعرفوا السيره الذاتيه ديالو، نعرفوا الاعداء ديالو. هذا عصام هذا كان ولد واحد الحي شعبي، والديه فقراء ما عندهمش، كان ساكن حداهم واحد السيد حتى هو والد ولد قد هاد عصام هذا، الاسم ديالو جواد. جواد مع عصام كانوا اصدقاء ما كيتفارقوش بحكم الجور اللي بيناتهم والصداقه اللي جمعتهم من الاول. هذا عصام كان شويه عصبي وعنيف شيئا ما، كيدابز الظهر باخوان يدير شي افعال اللي هي خايبه بزاف، العكس ديال هذاك جواد. جواد كان انسان مسالم حقيقه، هو كيغضب وكذا ولكن انسان مسالم. هادشي هذا عطى واحد الطابع خاص لهذيك الصداقه ديالهم، واحد عكس الاخر، ولكن مع ذلك كما قلنا هما ما عمرهم دابوا مع بعضياتهم او شي حاجه، واحد الصداقه ليا بزاف. كلشي كان كيمدح هاد الصداقه اللي كانت ما بين هاد الجوج، قراو مع بعضياتهم اللي حتى المستوى تقريبا هذيك تاع بنات التاسع بحال هكا، يعني خرجوا من الكوليج. ملي خرجوا يعني بقاو شباب يقراو، يعني والديهم حثوهم على الدراسه حتى عيا، ولكن للاسف الشديد ما بقاوش باغيين يكملوا قرايتهم. والديهم حتى هما كانوا اصدقاء، الاب كيعرف البو، الام ديال عصام كتعرف الام ديال جواد، يعني كيدخلوا على بعضياتهم، يعني واحد الناس يعني مصادقين واحد الصداقه اللي هي ديال بصح. المهم ملي خرجوا من الدراسه اول حاجه داروا مشاو للسوق، مشاو للسوق اللي حداهم غير ديك السويقه اللي حداهم، بداو يبيعوا ويشريوا في اي حاجه، اي حاجه قدامهم كيبيعوا ويشريوا فيها، خضره حوت كلشي فواكه. بداو غير على قد الحال لانهم ديك الساعه كانوا باقيين صغار، بداو كيشريو واحد الصندوق يعاودوا فيه البيع، وبشويه بشويه تعرفوا على التجاره وتعرفوا على هذا العالم ودخلوا لهذا الدومين هذا اللي حتى كبروا، داروا ديك 20 22 عام بحال ما كان، بداو في تجاره الخضره، بداو كيشريو واحد الصنادق كثيرين ويعاودوا فيه البيع. شويه تاجوا للتجاره تاع الفواكه، كانوا كبروا وصاروا شباب، الفلوس دارت في يديهم. وكما قلنا كان ذاك عصام كان عنيف وكان كيتعصب على عباد الله ويدار مع هذا ويتخاصم على هذا ويدافع على حقه، العكس تاع جواد. جواد كان دماغ كيفكر بعقلو ثقيل وكذا. المهم امورهم على خير وبخير، اللي حتى وصلوا لتجارة الملابس، طاحوا على واحد التجارة ديال الملابس، ولاو كيبيعوا يشريو في الملابس الجاهزة والمستعملة وكذا، وداروا فلوس من هاد التجارة هادي. اليوم غدا اليوم غدا اللي حتى وصلوا 30 عام بحال هكاك، 30 32 عام 33 عام بحال هكاك. هنا ملي حسوا براسهم داروا فلوس وكانوا هما شاركين كلشي،
راس المال، ارباح السلعه، كل شيء ما كاينش بيناتهم حسابات. يعني هما راه اكثر من خوت كما قلنا، واحد الصداقه ديالهم كان كل شيء كيشهد بها. اراك لي هاد جوج اصدقاء واحد النهار دخلتهم فلوس، هما الاشاره راهم مبليين ما والو، واخا خرجوا واحد السن مبكره من المدرسه ودخلوا واحد العالم، مشاو للسوق وتلاقاو مع ناس وخالطوا ناس وكذا، ولكن والو ما تبلاو، ما يديروا حتى شي حاجه، والو يعرفوا اللي يجيب الحل وما يديروا والو. كما قلنا واحد النهار شقات ليهم، اشنو داروا؟ مشاو لواحد البار، واحد الملهى ليل، مشاو وشربوا، قالوا حنا ما عندنا، حنا شحال من عام ما درنا حتى شي حاجه، ودي فكره غلطه بطبيعه الحال، ما خاصهاش تكون. قالوا حنا ما عندنا شحال من عام وحنا كنجمعوا فلوس وكنخدموا كذا كذا، ندوزوا واحد الويله حتى هي بحال هذوك الناس. مشاو شربوا مع روسهم مزيان، خسروا شويه الفلوس، مشاو لواحد الملهى اخر. المهم في تالي الليل هما خارجين جايين، هما ما ماشي شاربين بزاف وماشي مقلوبين وماشي عاقلين، يعني بينو وبين يعني باقي مثبتين، ما كيعرفوا شنو كيديروا. جايين غير على رجليهم، لابسين مزيان، جايين. كانوا كارين واحد الدار مع بعضياتهم، واحد لابارتمون مع بعضياتهم، وهي تبان لهم واحد الطوموبيل جات تحت حداهم، لا مقربه منهم، جات تحت حداهم وحلت الباب، يعني طوموبيل تحل منها الباب، يعني طوموبيل تحل ليها الباب، وطرمات منها واحد البنت. وهاد البنت كانت تاهي من العالم اللي الله يهدي الجميع، والله يحفظنا ويحفظكم من هذا العالم هذا، والله يهدي البنات تاع سائر بلاد المسلمين. المهم هاد البنت هادي كانت في العشرينات من عمرها، ولابسه واحد اللبس اللي هو مهم معين راه معروف، ودايره واحد الماكياج معين. ارماه تما هذوك الشباب اللي كانوا راكبين الطوموبيل، ارموها وديماروا الطوموبيل ومشاو. هي تلاحت تما في الشارع، ناضت ويلا تجامع الوقفه بزز، يعني سكرانه ما عقلاش، ما عرفاش لا فين غادا لا فين جاي لا كذا. هاد المنظر ملي طرمات هاد البنت من الطوموبيل بهاد الطريقه المهينه للشخص ديالها، وقع قدام هاد عصام مع جواد. عصام ما تسوقش ليها، كما قلنا هو كان شخص عنيف وعصابي وكذا، وما كيتسوقش بنادم وقلبه قاصح، بينما ديك جواد بقى فيه الحال، علاش يديروا ليها بحال هكا؟ واخا هي من هذوك النوع معين، ما يديروش ليها بحال هكا، هذه ماشي طريقه. وبقات فيه البنت. المهم شاف في هذاك الشيء اللي شاف، مشى عليها قال لها شكون هم هادو؟ المهم بقات كتخربق عليه بشي هضره وكذا كذا، قال لها يلا معنا تمشي معنا. صافي بغات تمشي معاهم، صافي مشات. هذاك عصام قال لي شويتي هذه علاش غادي بها؟ قال لي خلا نديوها معنا الليله هذي. بداوها وصلوا على لابارطومون، سكرانه ما عقلاش. المهم داك جواد سولها قال لها اشنو اسمك؟ قالت لي سميتي اسراء. اسراء مزيان. قال لها انتي شنو وقع لك مع هادوك؟ وقالت لي اللي ما عنده قيمه في هذا المجتمع راه كيوقع ليه بحال هكاك، واللي دخل هذا العالم هذا من البنات كيوقع ليه بحال هكا. صافي انا وليت لهذا العالم هذا، ولفت عليه، صافي هادشي اللي كاين. ونسيت، غطات في النوم. جا هداك جواد، المهم غطاها وبقى حاضيها كيشوف فيها. المهم هداك عصام حاول ما حاول، ولكن هداك جواد منعو، قال لي لا البنت احتمت عندنا وكذا وضيفة عندنا، لا ما يمكنش. صافي لعلكم فهمتوني. صافي هنايا بقات ناعسة ترونكيل، وهما نعسو في واحد المكان آخر، يعني تا الصباح. الصباح ناضد عصام هذا وخرج باش يجي فطور ولا شي حاجه. كانت هذيك اسراء فقط استعدات الوعي ديالها، هو هاد جواد هذا بحال عجباتو البنت، كان زويونه ما شاء الله وباقي صغيره، وبقات فيه وبقى فيه الحال اللي تعرضت ليه. هنا بدون مقدمات هو ارتكب واحد الخطا، ولكن كيقولوا بنادم اللي غريب النيه ديالو راه ما يخسرش. المهم قال ليها قال لها شنو سميتك؟ قلت لها، قالت لي اسراء. قلت لها شنو داك لهذا العالم هذا؟ وقالت لي هذا العالم داني اللي كيما كدي بزاف على البنات. المهم عاودت لي على شي مشاكل وقعوا لها في الفيلاج، وان شي واحد كان موحد بالزواج وخوا بيها وقع لي وقعوا وحربات من دارهم. المهم بقات كتلاوح من هنا لهنا اللي احتاجات لهاد المدينة هادي، وعايشة غير بهاد الطريقة هادي. هادشي اللي كان، يعني هادشي هذا غير تفرض عليها بغات تقول ليه. قال لها شوفي
من اليوم ان شاء الله غتبدلي، ان شاء الله انا غادي نتزوج بك وغتبدلي هاد السميه هادي وتوبي واحد التوبه نصوح، وغتبدلي هاد اللبس والطريقه ديال اللوك ديالك وكلشي، غترجع لي وحده اخرى غتشوفي معايا حياه جديده. هنا هي في الاول ما تعقدش فيه، قالت لي صعيب الثقه نعطيوها لواحد الشخص بحالي انا، قالت لي هادشي هذا ما كيكونش، قال لي انا غادي ندير فيك الثقه لله، غير تبعيني وسمعي الهضره ديالي، ولكن نساي العالم بمره، غتبداي بنت اخرى من جديد. صافي تعقدت فيه، هي اصلا البنت باغا فرصه اخرى، هو عطاها ليها الجواد هذا. صافي بدل لي هذيك الساعه، مشى جاب لي واحد اللبس جديد، بدل لي هذاك الشيء ديال شعرها وداك الشيء، وصافي ولات واحد البنت اخرى مشات معاه في البلاصه. مشى قال لوالديه، والديه صافي وافقوا على الفكره، قالوا لي شوف انت راك كبير وكتعرف شنو كدير، صافي دبر راسك تزوج. صافي تزوج بها، مشى خطاب مع الوالديه، والديه فرحوا لان بنتهم هذيك مهما كان، وما كرهوش تسترفد هذا راجلها لانهم كانوا خايفين من الشوهه والشراف وكذا. صافي البنت هي جات مزوجه مع الامي، ديو بالعكس فرحوا بها. الجواد كان بوه شويه ماشي بحال العائله تاع عصام، كان شويه مدبل على راسو، كانت عنده واحد الدار غير مسدوده، وكان باغي يعطيها لجواد ولده ملي تزوج. ها هو تزوج عطاها ليه، عطاها الدار فين ساكن، وكما قلنا هو كيبيع شي في الملابس ومشارك مع داك عصام. ولكن هنا المشكله فين توقع؟ المشكله ان عصام ملي عرفو بغي يتزوج بهاد البنت هادي اللي هي اسراء، وسماها هدى، هذاك هاد الجواد هذا سماها هدى الهدايه زعما، ما بغاش، قال لي لا انت صاحبي كتزوج شياطه تاع البنات، وهاد البنت هادي لاحوها غير الناس من طوموبيل تم زوج بها، هاد النوع راه ما فيه ثقه، ما كيتمر فيه حتى شي خير، راه واحد النهار دير لك شي حاجه خايبه. سمع كلامي، قال لي مش شغلك، هادشي ماشي سوقك، انا بغيت نتزوج البنت اللي غادي نرتاح ليها، وارتاحيت لهاد البنت هادي، واش الله كيقبل التوبه وحنا ما نقبلوهاش؟ ما يمكنش، نعطيوها فرصه وتبدل. قال لي لا، غترتكب واحد الخطا وبحال بغي يدخل ليه في حياته الشخصيه. هنايا الجواد هذا ما عجبوش الحال، وتعرف فيه لاول مره، واول مره غادي يوقع بيناتهم نزاع او لا شي خلاف من بدايه الصداقه ديالهم. الدار معاه، لدرجه انه الدار معاه كاع، بدا كيعاير ليه في المراه، بدا كيعاير في هذيك هدى ويقول هذه من البنات اياهم وكذا كذا وما صالحاش، وشي الفاظ ماشي حتى اللي الدار معاه. قال لي من اليوم ما بيني وبينك انا تزوجت وختاريت حياتي، هاد الشركه اللي بيني وبينك غادي نقسموها، انت خذ نصيبك وانا ناخذ نصيبي. هذاك الشيء اللي دارو عصام، خدا راس المال ديالو يعني نصف ديال الارباح ديالو وكلشي، النص كلشي اي حاجه مشاركينها راه خدا النصف، وعاشوا حياتهم كما ينبغي لهم بجوجهم، يعني كل واحد كيدير داكشي اللي غادي يسلكو، والصداقه ديالهم انفضات، ما بقات لا صداقه لا والو. هادشي تناهى العلم ديال الوالدين ديالهم، والديهم حتى هما ما يبقاش عندهم مع بعضياتهم، لانه هذاك جواد الاب ديالو وام ديالو بطبيعه الحال ما يبغيوش هذاك السيد يعير لهم مرات ولدهم، واخا مهما يكون، واخا مات مين جابها، ولكن السيدة كتبقى مراتو وخاصو احترمها. ما عليناش، هنا كيما قلنا هذاك جواد صافي خط الدار ديال والديه، يعني واحد الدار بوحدها استقل فيها، وكيبيع ويشري في الملابس ديالو. هاد هودي هادي صدقات لي واحد المرأة اللي هي مزيانة فعلا، نيت قدرات داكشي اللي دار فيها هاد جواد، ولات مرأة صالحة ديال بصح، ولات كتعاونو بالليل وبالنهار، يعني مقابل الخدمة ديالو تشوف شنو خاصو، تعاونو بالفكرة، المهم خدمات معاه واحد الخدمة ديال بصح. بينما هداك عصام اللي فك الشراكة ديالو مع هاد صاحبو جواد من ورا هاد القضية هادي، مشى تزوج حتى هو، يعني موراها غير بواحد شي حاجه قليله مشى تزوج، مشى تزوج وجاب واحد البنت اسم ديالها كريمه. كريمه هو وراه غير كيعايرو وكيدق عليه فيما يتلاقى معاه فشي مجمع او لا صيفط ليه مع صحابو ولا شي حاجه، انا غادي نمشي نتزوج بنت دارهم ولا لها وكذا، مع عمرها خرجت للعالم، ومهم شي هضره ماشي تا ليه. مزيان مشى تزوج بواحد البنت اكرام نيت جابها، المهم هو كان تاهو يدير الفلوس، قدر انه يشري واحد الدويره هي هادي نيت اللي تقتل فيها هاد عصام هذا، شراها وعاش مع هاد كريمه هادي، عاش معها في تبات ونبات لحتى ولدو هداك الوليد، لحتى وقعات هاد الواقعه هادي، او تقتل هاد عصام بهاد الطريقه.
هنايا البوليس ملي رجعوا كيحقوا مع هاد كريمة هادي، قالت لي ما سيدي اش نقول لكم، العدو ديالو اللدود الوحيد هو داك جواد، لانه كان ديما مدابس معاه في الدار معاه، فيما يتلاقاو بيه ديما مضاربين ديما مناقشين كذا، هو الوحيد اللي عنده الدافع والمصلحة انه يقتلو. قالوا لا شوفي راه ماشي بقات في انه كدابز معاه الدار معاه، على حساب ما قلت لينا بانه هاد المدابزه وهاد المضاربه راه عاديه، السيد كيدق عليه كيمان عليه ما باغيش يتزوج كذا كذا، في نهايه المطاف غريب عاد منه راه ما غيأذي ما والو، واش هو مسلف شي حاجه بيناتهم شي فلوس، مهم بيناتهم شي حاجه خيبه اكثر من هاد الشيء هذا. قالت لهم لا انا اللي عارفه انه مدابز معاه على ودات القضيه، هاد الشيء اللي كاين والشيء اللي قال لي راجل الله يرحمه عصام. مزيان هنايا كما قلنا واحد الفرقة أمنية غتمشي مع الأساس، الأساس اللي قال لهم الموتور طاح هنايا ملي كانوا جايين هذيك الليلة، طاحوا هنايا بقاو تيك خلعوا زربانين وكذا كذا، ربما طاحوا تعثر بالموتور وطاحوا، مشاو لديك البلاصة وراهم الأساس. أش لقاو؟ لقاو واحد البيدار، بيدار تاع الموتور، لقاو واحد هزوه جابوا هذاك الضابط، جابوا الرئيس ديالو قال له ودي راه لقيت هاد البيدار في هذيك البلاصة اللي قال لي الأساس طاح فيها الموتور. صافي البيدار اشنو غيديرو بيه هما يا البوليس؟ مشاو دارو على السكالسية، السكالسية تاع دوك المناطق كاملين وتقريبا تاع المدينة كاملين، دارو واحد المجهود اللي هو بزاف. قالوا لي شوفوا اي واحد جا عندكم سوا اليوم او البارح او لا باقي غادي يجي عندكم، غادي يصوب هاد البيدار خاصو شي موتور سونتروا او لا شي حاجة، غتعلمونا ضروري خاصكم تعلمونا. صافي قالوا وعلي الشاف ان شاء الله غادي نعلمكم، وخلاو ارقام الهواتف تاع الضابط هذا عند التكاسيه كاملين. رجعوا دابا فين البوليس؟ رجعوا عند هذاك جواد الصديق تاع عصام، على حساب الهضره ديال مرات الضحيه. طيب الحل هاد الهضره هادي راه قالوا حتى الوالدين ديال عصام، حتى هما قالوا نفس الهضره. المهم داك جواد لقاوه مزوج وفعلا نيت كيبيع ويشري في الملابس الجاهزة والمستعملة وكذا. سولوه على العلاقة ديالو مع عصام الصديق السابق ديالو، قال لهم فعلا نيت عصام الله يرحمه كنعرفو والصديق ديالي من الصغر حتى الكبر، وفارقاتنا غير الظروف. وقال لهم الأسباب اللي خلاته أنه يتفارق معاه على ود المرأة، أنه ملي تزوج بديك المرأة جاب من واحد البيئة معينة هو ما عجبوش الحال وبدا يعاير لي فيها وكذا كذا، صافي فرسك معاه الشمل وقال لي صافي انت من طريق وانا من طريق. وقال لي مع ذلك ما بغاش يوقرني فيما يتلاقى معايا في شي مجمع ولا شي حاجه كيعيرني بالمراه وكذا، ودابس معاه معايا مره ما يجوج، وكيمان عليا ديما عند الاصدقاء المشاركين ديالنا وكذا كذا، ولكن الشيء هذا ما كيخلينيش انني انتقم منه او نقتلو. لا سيدي لا انا بريء منه، يعني السيد واخا هو كياديني وكي كيطعن في الشرف ديالي، ولكن انا مقرف صراحه هادشي اللي كاين. كان في الاثناء هادي التقرير تاع الطبيب الشرعي خرج وقال لهم ودي هاد السيده هذا راه مات مع جويه هذيك ثلاثه لا روب بحال ما هكاك، يعني نفسها التوقيت اللي قالت هذيك كريمه انه مات فيه او لا تقتل فيه. قالوا ليه البوليس، يعني البوليس كيهضروا مع داك الجواد، قالوا ليه مع جويه هذيك جوج ثلاثه فين كنتي؟ قال لهم فين نكون، كنت في محل ناعس. هادشي اللي كاين اكدات المراه ديالو هدى هالهضره هادي، يعني هاد جواد مع هدى كانوا مازالين موالين ما والو، المهم عايشين واحد الحياة اللي هي مستقرة وبخير مع بعضياتهم. هي قالت لي ودي هذيك الليلة راه بيت غير في محالو ما مشاتش لشي بلاصة، انا نقول لكم الهضرة الصحيحة. هما البوليس اصلا ما عندهم شي دليل قوي ضد هاد جواد هذا، يعني غير هضرة وصافي وغير شكوك لا اقل ولا اكثر. وحاجة اخرى هي هذيك مراتو كتقول بانها شافت هذوك جوج شباب ملور غاديين واخا ما تمكناش انها تشوف الملامح ديالهم، الا شافت جواد راه كتعرفو وهي كتعرفو مزيان، والشخص كيما هو معلوم اللي كنا كنعرفوه واخا نشوفوه ملور غادي كيهرب ولا كيجري راه غادي نعرفوه ونطلعوه، وبالتالي ماشي هو جواد. هذا فتناه. دابا فين غادي نمشيو؟ دابا هما البوليس بصراحة شكوا في الزوجة ديالو، علاش؟ لانها كتقول شي هضره ماشي تلهي، يعني كتقول لهم انا ملي فقت هذيك الفترة الصغيرة يلا كنلبس عليا خرجت لقيتهم مقتول جوج شباب هربانين، ولكن تي ديك الفترة القصيرة ثواني معدودة واحد 20 ثانية أو 30 ثانية غادي يكونوا هما قتلوه بعدة طعنات، راه بزاف تاع الطعنات، واحد 12 طعنة أولا 13 طعنة على حساب الطبيب الشرعي. هادشي هذا كيدخل العجب، عاودو سولوها جابوها عاوتاني وحقوا معاها مزيان،
قالوا ليها قولي لنا على العفاك، اي حاجه اي حاجه كبيره صغيره. واش هاد السيد عمرو داوز مع شي واحد من غير جواد؟ ما تقوليش لنا جواد. واش عمرو سلف شي واحد؟ عمرو شي واحد سلفه؟ عاود لك شي حاجه. شوف يا لاله، حنا راه هضرنا مع والديه وهضرنا مع الناس اللي كيعرف، هضرنا مع الاساس، هضرنا مع شحال من واحد، ولكن انتي بحكم انك الزوجه ديالو غتكوني عارفاه دير شي حاجه بتخبيها، عارفه شي سر عليه، عاود لك شي حاجه غير بينك وبينه. قالت لهم لا، ولكن هنا البوليس لمسوا فيها انهم اللي كيسولوا فيها على شي حاجه، يعني شي حاجه كتعرفها غير انت وياه، بحال السيده كيوقع عليها شي حاجه، بحال عارفه شي حاجه وما قادرهش تقول، بحال شي حاجه ماشي تلهي. المهم هنايا شكوا فيها البوليس مزيان، ولكن مع ذلك ما عندهم حتى شي حاجه باش غادي يوصلوا ليها، او شي دليل مادي قوي شادها غادي يشدوها بيا ولا شي حاجه. المهم خلوها جانبا. هنا مشاو كيديروا واحد البحث، لان واحد عصام هذا ملي تفرق مع صاحبو جواد صافي دار اصدقاء جداد، دار معارف جداد، ولا كيمشي هنا يمشي هنا، وعرفوا من خلال التحريات اللي قاموا بها البوليس ان واحد عصام هذا ما بقاش كيبيع شري الملابس، مره فيه كيبيع شري ولا شي حاجه، ولاد ديما عنده الفلوس دايره في جيبو وغير كيدور، ومهم عنده الفلوس وصافي. بقاو كيدورو كيدورو حتى عرفوه انه كيعمر في واحد القهوة، هاد عصام كيعمر في واحد القهوة، مشاو ليها القهوة السر باهي كيعرفو بطبيعة الحال عصام، مع عصام كيعرفو شي اصدقاء كيعرفوه مزيان. قالوا لي مودي هاد عصام هذا واحد جوج صحاب ديال عصام قالوا للبوليس بانه راه كيعمر في واحد القهوة ديال القمر. السيد قمار واحد القهوة ديال القمر راه ما كيخرجش منها، وراه عنده المعارف ديالو تما، راه واحد جوج اصحابو راه هما اللي ماشيين معاه وكيريحو معاه وكيقمرو معاه. حنا نبهنا شحال مرة باش يبعد من هاد البلية الخايبة، ولكن هو مكيسمعش الله يرحمه. المهم مشاو لهاد القهوة تاع القمر، فعلا نيت الناس كاملين نتو هاديك القهوة كيعرفو عصام، السيد راه كليان مهم ديال القهوة وكيقمر بالليل وبالنهار. واحد جوج ناس رجال كبار في العمر كانوا معاشرين معاه وكيقمرو معاه تاهما وكيعمرو شي وريقات، ولكن هادو من بعد ما بحثوا معاهم وطلعوهم وهبطوهم بوليس مزيان لقاهم خارج قطاع الشوكات، ما عندهم حتى شي علاقه به. ولكن واحد منهم قال لهم، يعني قال البوليس وقمار قديم هذا شبعان مشاكل، قال لهم ودي راه هو هاد عصام الله يرحمه راه كان معاشر مع واحد جوج شباب، هاد جوج شباب انا شحال مره شفتو معاهم في واحد القهوه، القهوه كاينه في سونترفيل في المدينه، هاد جوج شباب وهما كيعمرو فيها بزاف راه. وانا بصراحه هادو جوج شباب انا مرتاحش ليهم صراحه، ما نكذبش ليكم انا مرتاحش ليهم. وقال لي ودي هادو راه صحابي وكذا كذا، وكنتسلف بهم شي فلوس اللي بغيتها وكذا كذا. المهم داوه معاهم البوليس اللي حتى وراهم هاد القهوه هادي، بقاو سامرين معاه كيسولو على حساب اوصاف الاعطاد ديال هادو جوج شباب هاد الشيباني هذا، اللي حتى تمكنوا انهم يعرفوهم. واحد جوج شباب كان واحد سميتو انور وواحد سميتو معاد، عرفوهم السربايات والقهوة وداكشي، وبقاو حاضرينهم دايرين واحد المراقبة حتى جاو. جاو فعلا نيت وقفوا واحد الكاميو، كل واحد كان عنده كاميو، كاميوات ديال الشركة ديال الشي ديال نقل البيسكوي وداكشي. المهم جاو دخلوا قرقبوا عليهم بوليس، لقاو عليهم قبض وداهم الكوميسارية، قال لهم هذاك السيد هما هادو. قالوا ليهم قولوا لنا الشرفة نتوما كتعرفوا واحد الشخص سميتو عصام كذا كذا. اي سيدي عصام صاحبنا مالو شنو واقع ليه؟ قالوا ليهم واش نتوما ما عرفتوش بانه راه هو اللي تقتل؟ حنا كنبحثوا في الجريمة ديال القتل ديالو. الله اكبر عصام تقتل، واش نقول لكم الشيف، حنا صاحبنا فعلا نيتو كيريح معنا هنا في القهوة، هو كان كيبيع يشري في الملابس المستعملة وجاهزة وكذا، ولكن ملي تعاطى البلية تاع القمر حنا نبهناه شحال مرة أنه يبعد من هاد البلية هادي، ولكن هو الله يهديه الله يرحمه في هاد النار هذا ما بغاش يبعد منها. لا ربما شي قمار صاحبو دير فلوس أو شي حاجة راه قتلو، هادشي اللي كاين. مزيان مزيان مزيان، قولي نتوما شنو كديرو، شنو علاقتكم بيه بالضبط؟ حنا سيدي حنا شوافرية، شوافرية كل واحد عنده كاميو، خدامين في نفس الشركة أو تعاشرنا معاه بحكم كنا كنتقداو عندو شي حويجات الحويج، وهذه هي المنبع تاع الصداقه ديالنا معاه، ولينا نريحو معاه مره في القهوه صافي. هادشي اللي كاين، الا كان عنده شي سخره شي مدينه ولا شي حاجه حنا كنجيبوها ليه،
المهم هادشي اللي كاين وصافي، ما بيناتنا شي شركه ديال الفلوس ولا شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه من هاد الرايات. وانتوما فين ساكنين؟ حنا ساكنين فواحد الدار، كانوا كاينين واحد واحد الدار، ماشي اباطومون، هي دار دار مزيان. هنايا البوليس ما شدو عليهم حتى شي حاجه، وبانت صداقه عاديه. رجعوا البوليس بحالاتهم. هنا شنو غادي يوقع؟ هنا سيدي واحد من السكالسيه غادي يعيط للبوليس واحد النهار، اشنو غايقول لهم؟ قال لهم سيدي راه واحد الشاب جا عندي وعنده واحد الموتور من نوع بوجو 103 يعني 103، وخاص واحد البيدار، وقال لي عافاك الا ما صوب لي واحد البيدار. المهم قالوا ليه البوليس خليه تما، عطلو شويه تمايا وحنا جايين عندك. عطاهم العنوان تاع المحل ديالو. فعلا نيت جاو البوليس، العناصر الأمنية جاو حتى وقفو. قال لهم هداك السيد لي هو هذا الشاب، الشاب فعلا نيت كيقود واحد الموتور سونتروا خاص واحد البيدار. هنايا صافي عينوه البوليس، قالوا ليه هاد الموتور ديالك؟ قال لهم اه ديالي. مزيان البوليس دار واحد المعاينة غير بالعين المجردة، كيبان لهم هاد الموتور لي هو من نوع سونتروا، يعني باينة فيه أمارات أنه طاح، باينة فيه واحد الشوق، في واحد الحردة، في واحد المهم بين الموتور طاح. انا طاح. قالوا لي هذا الموتور مالو، شنو وقع ليه؟ وقال لي سيدي هذا الموتور هذا انا ديالي، جاو عندي واحد جوج اصدقاء ديالي تلفوه من عندي وردوا لي في هذه الحاله. ملي قلت لهم اشنو وقع لكم، قالوا لي غير سمح لينا وصافي، راه طاح لينا، كنا جايين وطاح لينا واحد الفوسي مفوسي حفره بدا يخربق ليا هذاك صاحبي طاح. وقلت لي دابا خسرتيه ليا، بيدار مشى هذا هو تهرسات لي هذا البغله كذا، عطاني دور معايا قال لي هكا باش تصاوبو وسمح ليا وصافي ومشاو. مزيان شكون هما جوج الشباب لي يتسلفو من عندك الموتور؟ وقال لي انا غادي نوريهم ليكم الشاف. المهم مشى معاهم هاد الولد هذا او هاد الشاب اللي حتى وراهم هاد جوج الشباب لي تسلفو من عندو الموتور هذيك الليله. وبالضبط كانت ديك الليله ايمتى؟ وكان هاد اليوم فاش تسلفو هادوك الدراري الموتور من هاد الشاب هذا، هو نفس النهار او الليله اللي تقتل فيها عصام. وبالتالي مشاو معاه البوليس اللي حتى وراهم الدار فين كانوا كيسكنوا هادو الشباب. هنا البوليس اشنو غيكتشفوا؟ غيكتشفوا بانهم هما هذاك انور ومعاد، هما انور ومعاد هما داروا دارو ورجعوا ليهم. هنا قال لهم داك الشاب هادو هما اللي تلفوا من عندي الموتور هذاك النهار ورجعوه ليا في هذه الحاله. صافي هنايا وقفوا عليهم البوليس، لقاو عليهم القبض. دابا راه الدليل كاين، ها هو عندهم الموتور بيدار لقيناه في البلاصه فين قالين العساس طاحوا بيه انوار ومعاد صحاب عصام هذيك الليله فاش تسلف الموتور. صافي جميع الادله ضدهم، جابوهم متعاقلين، اجابوهم وشدوهم قالوا لهم قولوا لنا الشرفه علاش قتلتوا عصام. وفي الاول طلعوا الجبل، قالوا البوليس لا ماشي حنا اللي قتلناه، هنا اشنو غادي يكون بيننا وبين هاد عصام حتى نقتلوه؟ السيد الصديق ديالنا كنتعاملوا مع بعضياتنا، نشريو من عندو شي حويجات، نبهو على ان القمر خايب ما خدامش، كنتسخروا ليه بعض المرات ويدور معانا. هادشي اللي كاين، ما كاين حتى شي حاجه اللي هي غريبه. هاديك الدري شاد فيهم كيقول لهم هادو هما اللي تلفوا من عندي الموتور، لان هما في الاول نكروا قالوا حنا ما بيناش وبين هاد الدري هذا، ما تسلفناش من عندو الموتور. ولكن ملي واجههم بوليس وزيرهم قالوا حقيقه حنا تسلفنا الموتور ومشينا بيه قضينا بيه واحد الغرض، ولكن طحنا كنا غاديين واحد الحفره ما حفره طحنا. هادشي اللي كاين مزيان، يعني جريمه القتل نفاوها بتاتا. هنا لما غادي يوريو جوج الشباب، غادي يوريهم المرات الضحيه اللي هي كريمه، وراوها انور مع معاد. هنا كيف شافتهم هذيك كريمه؟ قالت لهم هما اللي قتلوا راجلي، هما اللي قتلوا راجلي. قالوا للبوليس بلاتي بلاتي جبد انت، ياك في الاول في التحقيقات الاولية ديالك قلت لينا بانك ما شفتيهمش، ما تعرفتيش على ملامح ديالهم، وعلاش دابا كتقولي هما؟ كيفاش؟ على انت شفتي وجههم ديك النهار؟ ما يمكنش. هنا ارتبكات المرأة، واشنو قالت لهم؟ قالت لهم سيدي هاد جوج شباب هادو راه اصدقاء تاع راجلي في النيت، وراهم اللي جاو ديك الليلة، ولكن راه ما قدرش انني نحضر لك الساعه، ولكن دابا غادي نهضر فرق الرمانه. قالوا لها قولي مزيان، قولي اشنو وقع. قالت لي سيدي هاد جوج الشباب راه مصحاب راجلي في النيت، خدامين شوافريه في واحد الشركه ديال البسكوي، المهم كنقلوا هاد الماده هادي لجميع المدن المغربيه. المهم صاحبي معاه كيدخل عندهم للدار، هما ما كيجيوش عندو هنا، كيريحو غير في القهوه. المهم صدقه
بيناتهم. هنا راجلي قال لي واحد النهار اشنو قال لها، قال لها هاد جوج شباب راه ما عندهم واحد 28 مليون، 28 مليون جامعين وما كانوا مزوجين ما والو. هاد جوج شباب كاينين هذيك الدار كاينينها وساكنين فيها، هما حضروا مع هاد عصام قالوا لي حنا جامعين واحد 28 مليون وبغينا نشريو كاميو ونخدمو روسنا ونخرجوا من هاد الشركه هادي. هنا عصام قال ليها راه جامعين الدراري 28 مليون، وهو كما قلنا مابقاش خدام مزيان في ديك بيع وشراء الملابس ولا عطى القمار وكذا، والاوضاع الماديه تأزمات. هنا اشنو قالت لي هاد الخبيره هادي، قالت لي نشفروا ليهم هذيك 28 مليون ونستافدوا منها ياك هما ما كيكونوش في الدار، ونمشيو ندخلوا شي نهار ياك على واحد شارج من الدار هادي من اللور ما كذا وما فيه لا كرياج لا والو، فرقع هذاك الشارج وندخل وانا نحضر لك من برا وخذ الفلوس ونهربوا، اولا بلا ما نهربوا كاع نبقاو غير هنايا حتى واحد ما غادي يعرفنا حنا اللي خونا اليوم فلوس. قال هادي فكره مزيانه لان هذيك الدار كما قلنا كانت سفليه ما كانش دار، ماشي ابارتمون، هي دار ولكن فوق منها غير السطح وغير بوحدهم اللي كاينينها. صافي قال هادي فكره مزيانه، سمر عليهم حتى عرفهم خارجين يعني ما كاينينش في الدار، عارفهم خدامين. ومشى هو مراتو، امراته بقات عاسة يعني على برا اللي يكون شي واحد ما واحد، هو غير بشويه جا حتى الشرجم اللي كان ورا الدار، حتى الشرجم وما كان فيه لا كرياج لا والو، فتحو بقى مدار معاه حتى فتحو، دخل منه لقى هذيك 28 مليون داها، ارجع خرج من الشرجم سدوه ورجعوا في حالاتهم. هنا هما هادو الشباب فاش جاو لقاو الفلوس ما كايناش، لقاو الفلوس ما كايناش، عرفوا بان صاحب دعوتهم هو عصام، هو اللي كيدخل عندهم وهو الوحيد اللي عارف بان 28 مليون كاينه تما في الدار، لان هما اصحاب مع بعضياتهم كيمشيو بجوج وكيجيو بجوج، يعني هما دايرين الثقه بعضياتهم. شكون اللي داها؟ هو عصام. هنا قالوا لي ما هي مره ما يجوج رجع لينا فلوس، هو كان كور كيقول لهم انا ما ديت لكم والو، شدوا شحال مره وداروا معاه وضربوه وكذا، ولكن هو كينكر في جميع الاطوار فيما يتلاقى معاهم كيقول لهم انا ما ديت لكم والو، شوف شي واحد دخل عندكم كذا كذا، او واقيلا شي واحد فيكم نتوما دار فلوس وبغى يدور عليا والو، عيا ما يطير والو. ايوا هادشي اللي كاين، راه واقيلا هما اللي قتلوه لانه دار لهم الفلوس. فعلا نيت هنا المراه جبدات واحد 20 مليون لانهم يعني كانوا يلا خسروا 8 مليون من هذيك الفلوس، جمعوا 20 مليون او بقات في الدار عفوا 20 مليون عطاتها المرأة للبوليس. مزيان هنايا هادشي كامل واجهوا به البوليس هادو جوج شباب انور مع معاد، اعترفوا او ما يعترفوا، قالوا فيها للنيت ملي قالت المرأة ديالو بحال ما هكا الهضره راه صحيحه، حنا شكينا فيه وتاكدنا بانه راه هو، خاصه حنا ملي درنا التحريات ديالنا الخاصه سولنا شي ناس جيراننا وكذا، قالوا بانه هذاك خونا راه بالينا هو راه كيدور كيتبرص على الدار هنايا مع الصباح، ولكن حنا ما انتبهناش ليه، حتى واحد ما شافو دخل من الشرجام او شي حاجه، يعني غير دازو الناس شافوه واقف تما وما كيعرفوه انه راه كيجي عند صحابو هنايا. صافي هادشي اللي وقع، صافي انتقمنا منه. في الاول ما بغيناش نصافيوه ليه، في الاول حاولنا معاه بشكل ودي، عطينا فلوسنا ما عطينا فلوسنا والو، كيطلع الجبل كيقول ماشي انا ماشي انا اللي دخلت تما، شوفوا نتوما شكون كتدخلوا تام، شي واحد ما واحد، ولكن للاسف الشديد ما بغى يوصل معنا حتى شي حل. صافي قررنا نصافيوه ليه، السيد دار لنا فلوسنا الشقه ديال العمر ديالنا 28 مليون شحال من عام وحنا كنجمعوا فيها، في الاخر نديها ونخليوها فيه؟ لا، سلفت الموتور انا وصاحبي وجينا هذيك الليله بتالي الليل، دقينا عليه خرج غير بوحدو، ما خرج ارى فلوس، عطينا فلوسنا اش من فلوس يلا بغى يحاول ينكر عاوتاني، تاكدنا بانه ما عطيناش فلوسنا، وحنا بداو نطعنوا فيه طف طف طف، طيحناه وهربنا لدنا بالفرار. صافي هادشي اللي كاين مزيان. هي فعلا نيت هي مراتو راه متعافقه معاهم ما والو، غير كانت عارفه بالقضيه تاع الفلوس والشهره، شافره هي وراجلها هاد جوج شباب، وعارفه بان جوج شباب هما مولي الفعله، هما اللي يكونوا قتلوا راجلها، ولكن بقات ضاربه الطم ما قالت والو، اللي حتى وصلوا ليهم البوليس بطريقتهم الخاصه. وعلى هاد الشيء هذا كامل تقدموا كامل العداله، الزوجه ديالو وهذوك جوج شباب، الزوجه ديالو تحكمات بثلاث سنين الحبس لان اعترفات بجريمه السرقه، واصلا هي يعني شدات واحد المعلومات مهمه شداتها عندها
مبغاش تقول هذا البوليس، بينما دوك جوج الشباب تحكموا بالمؤبد. هذا ما كان، وهذه هي النهايه ديال الحلقه ديال اليوم. كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين على حسن الاصغار والمتابعه، ودمتم اوفياء القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.